أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس في لقاء مع الأستاذ إبراهيم محمود صالح قدم في لقاء عنوانه ملامح من الذاكرة الإريترية. وقفنا في الحلقة السابقة حول مجهود مؤتمر عواتي الذي أأم بمندوبيه للتوجه للقاء مع قيادة عوبل وقيادة قوات تحرير الشعبية وقيادة سلفنا زنت أو حزب الحرية الذي كان يقوده أسياس فوقي في الجانب الآخر الذي كان يقوده عمر في قوات تحرير الشعبية وأيضا في عوبل التي كان يقودها آدم صالح. هنا تعلق سؤال كان الأستاذ إبراهيم يود أن يتحدث فيه وحتكون مقدمتنا قبل الوصول إلى المؤتمر الوطني الأول، لا سيما أن قضية ما يعرف بطائفة المسيحية باتت قضية شائكة ويجب هنا أن ينجلي نحوها الحقيقة من عدمها، ألا وهي قضية اقتيالات فلاحي مناطق المرتفعات والقضية الكبرى اللي هي ما تعرف بقضية سرية أديس. أين الحقيقة هنا؟ شكرا. الحقيقة هي أنه سرية أديس هي من الكونت في عالة وهم من الطلبة اللي كانوا بالذات جايين من جامعة إثيوبيا أو من جامعة أديس وكان يجمع في عالة واللي كان يجمعهم هناك هو سلمون ولد مريم اللي كان مسؤول العصابات ومسؤول الاقتصاد ومسؤول الفدائيين في المنطقة. و المجموعات دي لما جاتوا يمكن في حدود السرية قدر ايه ما بعرف انا 90-100 اقل منه، القيادة هناك في بركة سمعوا انه في جيش جاي جدد نازلين وموجودين في عالة، فكتبوا لسلمون رسائل عشان يجيبهم، رسالة اولى وما جابوهم ورسالة تانية وما الرسالة الثالثة كانت قوية، قالوا له يا تجيبهم وتنزل معاهم انت يا كمان نحن نرسل جيش من هنا ويجيبكم كلكم. يعني بعد الخطاب ده باسم القيادة العامة ولا أيوة القيادة العامة لا القيادة العامة. بعد الكلام ده سلمون نزل، الجماعة نزلهم وهو نزل وجاء في منطقة مايشوة واللي هي حوالي 20 كيلو أو 25 كيلو من كرن، وقبل ما يوصل للقيادة العامة قابل أسياس وأسياس أسياس عنده قيادة عامة أيوة قابل هناك لوحده وفي مجلل مسافة ساعة منهم أعداء القيادة التانين يعني. فكان في معاه فلوس اللي كان يجمعها من المدن، أخذ منه الفلوس حوالي 35,000 بر منها دي مفروض تسلم لمين المبلغ؟ للقيادة العامة. القيادة العامة أيوة سلمون جايبة للقيادة العامة. العامة أوكي. لكن حس هنا في قبل ما يوصل لهم سياس التقى به 3 أيام وناقشوا وزنوا أقنعوا إنه هم خلاص يعني ما عندهم مكان في الجبهة وحيمشوا ولذلك الفلوس دي ما تديهم أخذها منه. وسلمون نزل للقيادة والقيادة قالوا له أنت حتكون مكلف بقيادة العصابات كلها، كان في حوالي 10 أو
8 مجموعة عصابات، وانت حتكون المنسق او القائد بتاعت الرفد. رفض الأوامر بتاعت القيادة العامة، وعشان كده هو تم اعتقاله. وسياس من هناك مع الجماعة اللي كان مكلفين معاه ومشى. الجماعة بتاع سرية أديس اللي نزلوا، القيادة العامة وجهتهم لهيئة التدريب اللي كان يرأسها المنادي العثمان إبراهيم. وفي هيئة التدريب لما شافوهم عملوا لهم الاسميه لقوهم مدربين كامل، ما عاوزين قال لهم جاهزين دي المدربينهم. طيب رجعوهم للقيادة العامة، والقيادة العامة قالت لهم دلوقتي انتوا حيتم توزيعكم في السرايا. والجبهة قبل الاجتماع بتاعت مجلل ده واللي هو خلط بتاعت الفدائيين كانت عملت خلط في طهرة وكونت فيه سرايا، وكملت الاجتماع الخلط الثاني في منطقة اسمها كوكلاي. وقالوا لهم دلوقتي في السرايا اللي كانت حوالي 10 أو 12 سرية ما أتذكر بالضبط، وقالوا لهم حيوزعوا فيهم بمعدل 6-1 في كل سرية، يعني لغاية ما العدد بتاعتهم ينتهي، واللي هو بمعدل 2 نفر في فسيلة يعني. طيب تم توزيعهم؟ هم رفضوا التوزيع. رفضوا التوزيع. قالوا نحن سرية لوحدنا. لوحدنا، عشان كده الناس تسميهم سرية أديس. أيوة. نحن سرية ودونا سلاح بس. أما توزعونا ما نقبل. أيوة. 3 أيام يتفاوضوا معهم ويحاولوا يعملوا الاسمية. في النهاية القيادة قالت لهم ده يا كمان تواجهوا المحاكمة يعني. فبعد كده مشوا كل واحد، 6 مشوا في سرية وفي فسيلة 2، ومن هناك بدأوا يهربوا كمجاميع. أيوة مجاميع، ما اتفقوا ما تسمعي. المهم يمشوا للمناطق القريبة من المنطقة دي، زي ما قلت لك قريبة من كرن، قريبة من أغرلات، قريبة من حقات خالص، من دعروتاي، من عدردة. فبدأ يمشي، وده توجيه من سياسه أصلا. ما دام أول كان يقول لهم أرفضوا، أي تقبلوا يعني، ما تقبلوا توزيعكم، قولوا لهم نحن سرية أدونا سلاح. لو رفضوا بعد كده الخيار اللي عندكم هو تسلموا نفسكم. لو أدوكم سلاح بسلاح، لو ما أدوكم سلاح حتى بدون سلاح يعني. هل الكلام ده اللي ينسب لأساس وهذه التوجيهات المحددة، هل كانت بتبرز في خطابات، بتبرز في؟ لا، هي كان في رسائل بينهم بتمشي بين لما وزعوهم في كل سرية 6-1، كان في رسائل تمشي بينهم. الجيش طبعا بيتحرك. أيوة. وكان بتجي رسائل مكتوبة بالتقرينية هي أصلا. أيوة. قلة يمكن أو اسمين اللي يعرفوا يقروا تقرينية يعني. رسائلهم يقروها وينهوها، ودي اللي كانت أنه فيها لوجو من اللي تمسك من الرسائل ده، أنه عندهم توجيه عشان يسلموا. مش كده بس، في دبرسالة اللي كانوا هناك في مجموعة حراسة للعيادة اللي كانوا في دبرسالة، ديل بالليل موجودين هناك معاهم في نفس المكان، عاوزين ياخذوا البرين او من المدفعج اللي اسمه هو عادة في المناطق اللي يخافوا فيها المدفعج البرين، يدخلوا في جسمه كده وينوم عليه يعني، ما تقدر بسهولة تنزعه منه. فهم جابوا حجر كبير كده اسمه وضربوه في راسه للمنادل. ايوه اسمه ده. وفي دي قاموا
المناذرين الثانيين ايوه. و بعد كده من ديل اللي هرب هرب واللي ضرب ضرب. ومن دبر السالة طبعا فتحت منك مسافة بتاعت ساعتين هي غردات يعني. النور بتاع غردات كله تشوفه هنا يعني. هنا هم اللي بدأوا يقتلوا يعني، عاوزين يموتوا الراجل يعني. التوجيه بتاع سياس نفذوه في بكل الاسماء بتاعته، واغلبهم دخلوا للناس يقول لك قتلوهم وصفوهم، ما في حد صفوه، الاغلبيه هربوا. اللي لحقوا بهم اعتقلوهم وكانوا معتقلين بعدين فكوهم يعني. بالنسبه لل نذكر منهم اسماء، هل في اسماء معروفه؟ والله انا ما بعرفهم، ذيل طبعا جدد وجايين ما تقدر تعرف مين فيهم ومين يعني. المزارعين اللي يقولوا هم الجبهة صفت مزارعين واسمه، كان بعد مذبحة عبد إبراهيم في القاش كان في مزارعين ينزلوا من مرتفعات يتكلموا تقرينيا، وسنويا يجوا في الوقت بتاع الزراعة ويزرعوا في الأراضي هناك في حوالي توكومبيا وأوغارو والمناطق دي يعني. فمن الأبناء المنطقة من أبناء عبد إبراهيم واسمه ما التزموا بالاسمه، الجبهة قالت ده بتنفس لو ما في واحد يتصرف في تصرف فردي عشان يحل إشكال زي ده. لكن في بعض العناصر اللي هل يتحملوا الجرائم دي الجيش الإثيوبي ولا الكوماندوس؟ لا الكوماندوس هم طبعا. فالمسألة اللي حرقوا الكوماندوس هم واللي أيوة. يتكلموا تقرينيا أوكي. والناس عشان ديل قاعدين يتكلموا تقرينيا رد فعل. رد فعل جو قتلوا منهم كم واحد، واللي قتلوهم ذاتهم مسلمين هم ديل من ما يدرس من المسلمين الموجودين في حماسين يجوا يزرعوا هناك يعني. لكن ما في حد وقتها يفرزهم أن ديل مسلمين ولا مسيحيين يعني. لو يعرفوا مسلمين ما حيقتلوهم. طيب احنا وضحت انه ايوه دي هي دي هم في الحنان على مانان اللي يقولوا فيها الجبهة صفت المزارعين والابناء الكبسة يعني. أيوة. الجبهة ما صفت. طيب قضية زي دي بهذا الحجم وبهذا التداخل وبهذا اللبس الموجود حولها اللاودة، هل هذه القضية كانت احدى القضايا اللي ناقشها المؤتمر الوطني الاول؟ ايوه دي قضايا واحدة. طيب من نمشي للمؤتمر الوطني. ايوه دي القضايا في ناقشتها في مؤتمر عواتي. ايوه قضيه لو تسمع عن مجازر اللي كانت في هزمه. مجازر هزمه في لو سلطت شويه الضوء عليها. ايوه هزمه طبعا حرق زي ما احرقوا في بركه وعد ابراهيم وفي سمهر ناس قمهوت وعسوس وشبح في هزموا كل القرى بتاع المسلمين حرقوها. أيوة. اللي كان يحرقها هو واحد اسمه تسفايها الدمتي ولا حاجة. أيوة. هو من أبناء المنطقة ومنطقته اسمها لوغو ساردا. لوغو ساردا فوق في الجبل هي. أيوة. منها تنزل على اتجاهات ما هزموا. أيوة. أو كمان تمشي باتجاه صنعاء في المناطق دي يعني. الحروب دي او المجازر دي او القضايا اللي كانت تتم على المسلمين او غيرهم كانت مدتها الزمنيه من متى لمتى؟ دي بعد مباشره بعد المذابح اللي هي المذابح كانت في 67. 67 ايوه دي اسمها دي المذابح اللي عملت اثيوبيا وكانت تقود الكوماندوس. ايوه الكوماندوس كان. أيوة. يعني الناس المسلمين كانوا بيذبحوهم في القرى بتاعتهم. وفي بعد كانوا ياخذوا البهايم بتاعت المسلمين ويبيعوها في السوق بوقتها اللي كان التور ممكن تلقاه ب $10 ولا ب $5 يعني.
قضية الكوماندوس، قضية المجازر، قضية أيوة دي من الناس الحاجات اللي دي تم نقاشها في المؤتمر، أيوة في مؤتمر عواتي. فاللي حصل أنه أبناء المنطقة زي ما قلنا في مناطق عبد إبراهيم ديل في مجاميع في أكولوكزاي قالوا نحن ما حنسكت، القرى بتاعنا اللي حرقها وقائد الكوماندوس اللي شامبل هو ولا شالكا معروف هو، نعرف غريمنا ومن غريمنا حقنا ناخذ انتقامنا وجزيتنا. الجبهة لا قالت لهم. ايوه اللي كان مسؤول هناك قال لهم. مين المسؤول؟ مسؤول طبعا وقتها مسؤول بتاع السرايا هو. أيوة. السرايا فما سمعوا. أيوة. طلعوا من الاوامر ودا واحد منهم المشهور بود حليمه. ود حليمه، ود حليمه، ود حليمه ده ما اسم، ده مزمه كان في فتره. لا هو نفسه سمى نفسه ود حليمه صغر التوته. ايوه خلاص يعني القرى بتاعته هي اللي حرقت. هو أظن من كعاتيت لكن ناسهم وديل اللي جوا للمناطق ديك اللي فيها قرية الراجل ده اللي شامبل ولا الشالكة وقتلوا ناس وحرقوا ودمروها القرية يعني. وضحت الصورة. أيوه. طيب احنا دلوقتي خلصنا مؤتمر عواتي شايلين في كتفنا هذه القضايا وقضايا أخرى، وايضا المؤتمر الوطني المؤتمر عواتي طلع ببرامج سياسيه نحو كيفيه طرح برنامج سياسي وتنظيمي للمرحله الجديده. من هم اللي شاركوا في المؤتمر الوطني الاول؟ كم العدد؟ كيف كان التمثيل؟ وما هي اهم قرارات المؤتمر بجانب ما هو دور حزب العمل في هذه المرحله؟ ايوه هنا في الحته دي طبعا المؤتمر من كل اريتريا من دنكاليا اللي هو حدود الرحيته مع جيبوتي لا قروره ومن حدود صنعفي او ملخصيت لغايه محجر كل ده كان ممثل تم تمثيله، والجيش اللي كان موجود ممثل، لجان ممثله، لجان مناطق ممثله. المؤتمر كان فيه حوالي 950 أو حاجة يعني. 950 قريب الألف. أيوه. واستغرق شهر. التمثيل كان من كل الفصائل العسكرية والوحدة. من الفصائل العسكرية ومن الجماهير كله كان في ومن الجماهير في السودان. المجلس الأعلى شارك؟ الجزء اللي شارك فيه من المجلس الأعلى من قيادة المجلس الأعلى. إدريس محمد آدم. كان موجود، إدريس قلايدوس كان موجود، محمد صالح كان موجود، غير اللي وقفوا مع عثمان اللي هم ناس طه طه من نور و... أيوة. أيوة. فالمؤتمر شاركوا فيه وفود أجنبية، وفود أجنبية من العراق ومن سوريا ومن الصومال. هل من القوى السورية الإثيوبية في فصيل شارك أو مجموعة أو أفراد؟ أنا بالدبد دلوقت دي ما أقدر أجزم أقول اسمي، لكن بعد المؤتمر في وفود كانت تجينا من الإثيوبيين، لكن قبلها اللي بعرفه أنه من الإي بي آر بي أو من مش إي بي آر بي سوري من جامعة أديس في كانوا ناس بيلجؤوا بيجوا للسودان، وكان يجوا في يلتقوا في مكتبنا مع في حي الزهور بالخرطوم. ايوه نذكر منهم اسماء؟ والله يا اخي لا اسماء ما اذكر ما بعرف، لكن عارف ان هم طلاب الجامعه وكنا نناقش معاهم وكانوا يقولوا لنا يا اخي انتوا النظريه اللي تبنى عليها النضال بتاعكم ماسح موضوع الكفاح الحق تغلي المصير. ايوه لانه استعمار ما اثيوبيا ما استعمار اثيوبيا ما دوله استعماريه، يقولون لنا اثيوبيا ما دوله متقدمه عشان تستعمر. عشان كده انتم قولوا حاجه ثانيه غير الاستغلال. نحن نقول لهم ده استعمار هو عاوز تلحق بلدنا باثيوبيا وده. اهم قرارات المؤتمر
أما قرارات المؤتمر، أولا إقرار البرنامج السياسي والبرنامج التنظيمي، وفي نفس الوقت واحد من القرارات المهمة كان تكوين المنظمات الجماهيرية، يعني أيوة كقاعدة للتنظيم، أيوة يعني عمال، المرأة، فلاحين، شباب، والاسمية موجود طبعا، اتحاد الطلبة أو الاتحاد العام لطلبة سبق الاسمية هذه يعني. في هذا المؤتمر مع الأسئلة لسه ما جاوبت عليها، كان المركز السؤال الأساسي أن الساحة الإثنية ما تقبل أكثر من تنظيم. أيوة، هو المقولة دي مقولة قديمة هي، أيوة جت سنة 65 لما قوات التحرير الشعب سوري حركة التحرير طلعت جماعة، أيوة، لعيلة سعدة، أيوة، وخروج ناس مسلحين في منطقة فيها جيش وما يعرف عنهم شيء، ما صح يعني. هو الناقص كان أن المفروض جبهة تحرير إريتريا وحركة تحرير إريتريا يجتمعوا ويتفقوا أنه نحن كحركة حنطلع جيش وفي المنطقة الفلانية، وعشان كده ما تتعرضوا لنا. لو قالوا كده وناقشوا بهدوء، ممكن أنت تقول بعدين كونه يكون يحصل فيهم اسمه معركة معاهم خطأ، لكن أنت تجيب جيش وتنزله في مكان فيه جيش تاني ما يمشي، لأنه الحل هو عسكري يعني، لأنه سلاح ما يأتمر بأوامرك معناه ما حقك، معادي هو. ففي دي هو المرحوم عثمان سبي اللي قال انه الساحه الاريتريه ما تتحمل اكثر من تنظيمين، يعني ما اكثر من تنظيم، من تنظيم واحد. أيوة. المقوله راجعه لعثمان، ايوه عثمان سبي، عثمان باعتباره وقتها هو اللي كان مسؤول الجيش. هل المقوله دي طبعا في دائما في الحجج والنقاش الناس تقول هل في سند لنا نعتمد عليه كمقوله؟ سند طبعا ما اللي المتداول هو ده، اوكي نتفق عليه. اما سند كده مكتوب انا ما شفته وما في حد كمان يكون شافه يعني، اوكي. لكن المرحوم عثمان هو كان مسؤول الجيش في المرحله دي. المؤتمر الوطني بكل جسارته وقيمته وعظمته كل حاجه، لكن لا ينفي حقيقه وجود عوبل، وجود قوات تحرير شعبيه، وجود سلف ناس النت. حاولنا الاسمين، لا انت قاعد تذكر وقايع. طيب المؤتمر كيف حيعالج هذه المشاكل خارج بنظريه انه ده دي ساحه ما بتستحمل الا تنظيم واحد؟ هناك ايضا قنابل موقوته موجوده في الخارج رفضوا هم رغم مجهودكم اللي انتم بذلتوه مع الثلاثه، الا انه هنا مرحلة جديدة نحو مؤتمر جديد نتائجه بتتكلم عن برنامج ثورة وطنية ديمقراطية. أيوة، هو الساحة الكلام اللي انت قاعد تقوله، لكن الناس اللي ما تعرفه هو انه قوات التحرير الشعبية هي اللي بدأت في انه تمارس العنف ضد جبهة التحرير الإريترية. قبل المؤتمر أو بعد المؤتمر؟ ما بعد المؤتمر. ما بعد المؤتمر. ما بعد المؤتمر في مثلاً. لكن في قرار صادر من المؤتمر مواجهة أي قوة؟ أيوة طبعاً مواجهة أي قوة ده موجود، لكن مش للتصفية. مش للتصفية. مش للتصفية يعني. طيب. ما تقدر تقول أوكي. أنت قرار بتصفية الفتيل ده ولا ده، لكن سياس. ونحن في مؤتمر عواتي قتل 4 من الفدائيين بتاعت سمهر بقيادة عثمان إبراهيم، والجيش في مؤتمر عواتي عمل اسمه ايه يعني، قالوا بس حسة من هنا نمشي، نحن الناس اللي سفوهم نحن نسفيهم، والقيادة تترجى الناس عشان لا ما نقدر نحل المشكلة دي بالطريقة هذه يعني. لكن المؤتمر طلع بقرار انه يتفاوض معه. ايوه ما اقول لك يتفاوض معه واسمه
ديل هم اتخذوا المسألة دي في اغتيال ناس اسمعنا إبراهيم والفدائيين بتاعت سمهر. أيوة. بعدين في الجيش اللي ماشي لدنكاليا. أيوة. قتلوا فيه ناسين عبد الله والمجموعة دي كان ذكرها. أيوة. في عبد الله سليمان. أيوة. في التعامل اللي كان في مناطق اللي يلقوا فيها الناس كان يعني الجبهة الجيش بتاعته كان ما عنده حاجة يعني معتمد على الشعب في أكله في اسمه. قوات التحرير الشعبية كان شوية فلوس عندهم. عندهم كانيات تجيهم عن طريق عدن. تجيهم أيوة لأنه كانت تجي لناس عمره في قدم بالبحر ولا بوين ما بعرفهم منهم. فكان يقول للشعب نحن ما زي الجبهة ناكل منكم نحن حتى لو كنا ندفع فلوس بفلوسنا وكذا. فكان يستفز. أيوة. متى الشرارة الأولى للحرب الحرب الأهلية أو ما يسمى بالحرب الأهلية؟ أيوة هنا حس الناس في نزلت ل هم كانوا موجودين في الساحل. وفي الساحل سنة 72 بدأت المعارك. أنا هنا في الساحل بدأت كيف ما بعرف لأنه ما كنت أنا. لكن دي اللي معارك اللي خسرنا فيها من الطرفين ناس يعني في قمة الاسمية أبو بكر محمد حسن. أبو بكر محمد حسن زميلك. أيوه زميلنا كان موجود معك في الحلقة الدراسية. أيوة. أصدقاء وبعدين من طرف الجبهة من الجبهة محمود شكيني محمود شكيني طاهر محمد طاهر يعني ضمن الدورة بتاع كوبا كان طاهر يا. محمد طاهر يعني فيعني الخسارة كانت من الطرفين كانت من الطرفين وعلى يعني خسارة حقيقية يعني للشعب الإريتري يعني. أيوه. إسياس بعد ما قال لنا في حرد عليكم في المؤتمر واسميه بعد كده لقوه جماعة بعدنا مشوا وفد جديد إبراهيم محمد علي في السوم قبل سلاسة وهو قال لهم أنا ما عندي دخل بالخلافات بتاعكم نحن بس ماشيين الساحل عندنا كوتا بتاع السلاح جايانا هناخد السلاح بتاعنا. رفض أنه يتعاون؟ لا ما يتعاون معهم لكن ذاته قاعد يوريهم أنه نحن ما عندنا دخل في الحرب اللي قاعد تدور بينكم أنتم قوات التحرير والجبهة. والجبهة أيوة. لكن في معركة دنبوبيت شاركوا هم في درب الجبهة مع ممكن تشرح للجمهور؟ أيوة لا واحدة من المناطق بتاعت المعركة معارك هي دنبوبيت. أيوة. فيها هم شاركوا بدل ما كان يقول بس حنجيب سلاح واسمه شاركوا مع قوات التحرير صف في صف واحد هم والجزء من العوبليين وقوات التحرير الشعبية يعني هي المسألة. طيب هنا الأزمة دي احتقنت الحرب الأهلية موجودة الخسارة من الطرفين يبدو وبصوتك وحتى نبرة صوتك بتحس أنك تتكلم عن مأساة استمت في جدا هذه اللحظة جدا. نفس القوة الطليعية نفس التوجه اللي كان موجود في مؤتمر عواتي مشاركة كمية من المدنيين المتعلمين اللي عندهم نظرة سياسية متقدمة هل جلست القيادة بتاعت جبهة التحرير الإريترية وحزب العمل تحديدا في مراجعة هذه المرحلة؟ هو طبعا الأول الظروف ما تساعد على الاسمية هذه يعني لما المعركة تبدأ هو العسكريين اللي يقودوا واللي يقيموا الوضع كيف هيستمر. هي بدأت في الساحل كان معركة وبعدها وقفت الحرب لكن كان وصلت إلى مرحلة قرقر وده كله لا بعدين هو في قرقر حيجي سنة 73 شهر 3 أو شهر 2 نتكلم من 71 73 أيوة أيوة
ما هو 71 قول انت المؤتمر كان في شهر 9 9 انتهى يعني انتهى قول 72 73 كان فيها الحرب ايوه 73 احنا جينا من عدن ايوه معانا المقاتلين اللي كانوا في دورة ضباط في العراق أيوة. وما لاقين طريقة يدخلوا وأسلحة كان معانا أحمد ناصر بعده مجلس هو برضو لأن السودان وقتها كان ممنوع أنه ميري مانع أنه يدي تأشيرات ليكم للإريتريين للإريتريين نتكلم عن 73 أيوه طيب بداية 73 أوكي. أنا حوقف هنا في هذا الفاصل إلى 73 من 71 إلى 73 ونترك المشاهدين إلى اللقاء القادم والذي سنحمل فيه المراحل التي تليها من 73 إلى سنة 80 نستودعكم الله وطاب صباحكم أو مساءكم أينما كنتم وإلى لقاء آخر وفي نفس الوقت الفترة دي هي اللي تمكنت فيها جبهة التحرير الإريترية من تحرير الريف الإريتري كاملة بأسلحة بمستشارين بمشاركة فعلية من اليمنيين كطيارين وغيره 3/4 القيادة بقى من حزب العمل في الوقت اللي حزب العمل ما يمثل شيء من جبهة التحرير الإريترية نعمل مع الجبهة الشعبية مع معرفتنا الجبهة الشعبية ما صادقة في كل اللي كانت تعمله معانا يعني وقالوا لنا نحن حنكون جبهة تحرير تجراي اسمهم جبهة تحرير تجراي